بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله البليله بنكهات مختلفه. عندنا نص كيلو قمح اللي هو قمح البليله، والقمح البليله بتكون حبات القمح كامله بالشكل ده، وبيكون متشال عليها من بره بس القشره الخارجيه. ونخلي بالنا ان القمح لازم يتنقل الاول قبل ما نستخدمه علشان ممكن يكون فيه طينه او زلط. بعد كده هنغطي القمح بميه وهنسيبه منقوع من 12 ل 18 ساعه. وخلاص كده القمح اتنقع معانا. بعد كده بنشطفه كويس وبنصفيه في مصفى. بعد كده عندنا حلة على نار متوسطة فيها مية سخنة مع معلقتين كبار سكر، وهنحط القمح في المية. وهنهدي النار بحيث نخليها متوسطة الهادية، وهنغطي الحلة بس نسيب الغطا متهوي شوية علشان ما يفورش معانا، وهنسيبه لحد ما يستوي. ونخلي بالنا ان طول فترة التسوية لازم القمح يكون متغطي بالمية، والمية تكون زيادة بالشكل ده، ولو المية قلت هنزودها مية سخنة. وخلاص كده القمح استوى تماما معانا وبقى بليلة. وقت التسوية بتاعته بيكون حوالي ساعة ونص لساعتين على حسب درجة السوى اللي احنا عايزينها، سواء عايزينه بيعض شوية او ناعم تماما. بعد كده هناخد شوية من القمح اللي احنا سلقناه على حسب الكمية اللي احنا عايزينها، وهناخد معاه شوية من المية اللي سلقناه فيها، وهنحطه في حلة وهنحطه على نار متوسطة، وهنحط معاه جوز هند مبشور، وطبعا الكميات على حسب ما احنا عايزين، وحليب على حسب الكمية اللي احنا هنعملها، وهنضيف السكر برضو على حسب الرغبة، وهنقلب. وخلاص كده سخنت معانا وهنقدمها. ونخلي بالنا ان احنا ما ندخلش نكهات في بعضها، انا ضفت جوز هند عشان كده ما ضفتش فانيليا، انما ممكن نضيف فانيليا بدل جوز الهند، وممكن كمان نضيف قرفه، بس الافضل ان كل طعم يبقى لوحده عشان الاطعمه ما تخشش على بعضها. وممكن كمان نضيف معلقه كبيره كاكاو بحيث تكون معانا بطعم الشوكولاته. بعد كده هنقدمها. وخلاص كده جاهزة معانا، ممكن نحط على الوش زبيب او مكسرات مجروش على حسب ما احنا عايزين. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. والى اللقاء ان شاء الله في الوصفة اللي جايه.